البوز البوز اليوم عندي بناشي نبدأ مع وزير الشؤون الدينية اللي بعد ما خلى هكية نيلة سليني هي كلمة ثقفة اللي ضد تحفيظ القرآن خليها تحكي قد ما حبت صحبه البارح بركة بشي جاوبها وهو أشقال عليها قضية القرآن هذه غدوني تو أنا أدعو إلى هذا سلوية مصر القرآن والأستاذة تقول لو كان يعني هذا ما يعرفش القرآن وما قياش القرآن نيلة سليني ما نحبش التحدي أنا حبش ندعوها إلى مناظرة عالمية في القرآن أو في العلوم أو في غيرها أما نقولها إذا كان يلزم التحدي قلنا تفضل نتلقاه على العلن نمدلك مصحف ونعطيك آية كانت تقراها صحيحة أنا وهاجر من تونس لكيانك باش تطول فيها بالقراية سيدي الوزير هذه تونس مادام كدعيتها هي للتحدي مش غيرها المرأة قالت لك ما الفائدة من تحفيظ القرآن جملة واحدة وانت تحبها تقرأ آية كاملة ليه بصراحة هذا اسمه تعجيز يا سيدي الوزير نمشي وطول الصابون المنشور متاع هيئة الحقيقة والكرامة سيما قال لك رئيس الهيئة للسيام بن صدرين منعت نائب رئيس الهيئة زهير مخلوف مدخول البيرو اليوم وجدت الأقفال مغيرة والكوبة مبدلة والمفتاح مش موجود ومنعت حتى من دخول الهيئة أيوة وبدلت القفلات والبيبان عبارة غضبانة من راجلها المرأة وتتصرف في دارها أصل مش لعب هذا الكل قلك على خاطر سي زهير مخلوف عنده دوسيات وخن نار متلتل على الهيئة وعلي يخدموا في الهيئة كثير من الملفات الشخص الثاني وقع فيه ملف خبيت الرئيسة على هذا الملف الخطير اللي فيه تحرش جنسي ولكن الفنت قامت بالإعلام واليوم عنا 4 أعضاء على علمهم بهذا التجاوز كلام كبير هذا يا سي مختار واحد من الهيئة تحرش بموظفة تخدم الغادي قصدي يا سي زهير عادي في بلادي أيوة وانت منين ليك الحكاية هذه البنت التي ادعت والأعضاء الذين استمعوا وتأكدوا من البنت اللي وقع تحرش من أحد الأعضاء بإحدى الموظفات وأربعة أعضاء شاهدين ما هذا بحق السماء ما هذا ما لقلتوا لي اسمها هيئة الحقيقة والكرامة وشي هذه هيئة لا حقيقة ولا كرامة سيدي خويا من صابون الهيئة المنشور في كل بلاصة نمشي لصابون التوينسة اللي قلك وليت عنها شهرة عالمية وين في عندي ما قلك الجمعة هذية باش نراو العجب طفل عمره 20 سنة فقط لا غير تحيل على امرأة أجنبية واسمعوا كيفاش اللي تقول ميم با يا رسول الله عمره 20 سنه عمره 19 وانت عمرك 54 سنه وتبعت له فلوس بشقه من الاول اللي فهمته قال لك المراه ماتت وباش تعطيني فلوس باش نخرج من الحبس بعثت له 23 مليون ومن بعد خلك راني عملت عركه كبيره ولا شنو ضرب واحد كمل زيد بعث لي 50 مليون اخرين الحكايه الكل فما 100 مليون ما شاء الله على الشباب التونسي ويا تبارك الله هاي الطاقات الشابة هاي الكفاءات يا أبا قلب ما عندهمش فرصتهم وكهو أعطيني الحصيلة الأخرانية أختي أعطيني ياي When I told Walid in June 2014 that I'm bankrupt that I sent 240,000 دينار to Tunisia 240 مليون 240,000 دينار 240,000 دينار معناتها 4 مليار معناتها 240 مليون بنية عمي 240 مليون في بالك 240 مليون شنو ينجموا يعملوا لتونس تحلوا لنا مشاكل البطاله والسكن وكل شيء كل شيء ليه قول لي بربي سؤال تافه وجاوبني على قد عقلي فما شكون عنده 240 مليون في هالعالم ويقعد يشاتي مع واحد في الانترنت ليه يزيد واحد تونسي يا الهي مسكينه والله مسكينه يا حبرت غير يا حبرت غير يا حمرت غير البس اسمه مزيان كلوز اف ام